اكيد النهارده يوم رياضي رمضاني، يعني احنا في هيئه استاد القاهره وبنرحب النهارده باسره جريده الوطن وعلى راسها طبعا الاعلامي والكاتب الكبير وسياده النائب دكتور محمود مسلم. في الحقيقه شايف اجواء اسريه وجانب اجتماعي، كل الساده العاملين في جريده الوطن باسرهم موجود النهارده الحقيقه عامل اجتماعي، فانا برحب بيهم في هيئه استاد القاهره وبنقول لهم يعني كل سنه وانتم طيبين. احنا بقى لنا 10 سنين، دي يمكن ثامن دوره، لان سنتين الكوفيد ما عملناش الدوره، ففرصه ان احنا بنعود. الاول خليني اشكر الدكتور اشرف صبحي على حضوره ووجوده وتواجده معانا، دايما موجود في كل نشاط رياضي او شبابي. احنا بنحتفل بعشر سنين على الوطن، ودي كانت فرصة في رمضان. الدورة الرمضانية هي مش مجرد نشاط اجتماعي فقط، لكن هي نشاط اجتماعي ونشاط رياضي، وبتبقى فرصة لتلاقي مش أبناء الوطن فقط ولكن أيضا أسرهم وعائلاتهم. وبنتوج ده كمان بوجود مجموعة من اللاعبين القدامى، الكابتن أحمد حسن، الكابتن عمر ربيع ياسين، الكابتن أيمن شوقي، والكابتن إيهاب الخطيب، وكل زمايلنا من الوطن. وطبعا بنشكر قناه الاهلي ان هي موجوده معانا النهارده. الاجواء جميله جدا هنا، ولكن طبعا نجوم الكره المصريه كلهم بيبقوا مجتمعين في الدورات الرمضانيه. طبعا في ناس بتلعب في الخباثه، انما معظمهم بيجي كضيوف، وبتلاقي الاهلاوي جنب الزملكاوي جنب الاسماعيلاوي. يعني مثلا معانا النهارده سياده الوزير، معانا النهارده الكابتن احمد حسن، يعني بيبقى فيه توليفه حلوه كده. اجواء رمضانيه مميزه وجميله، تحس ان كلنا جنب بعض وكلنا ورا بعض. ويعني مش عايز اقول ان بقى حته التعصب وحته الحساسيات اللي هي بين الجمهور وبعضها، لا، الدورات الرمضانيه ديت بتدوب الحاجات دي خالص. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والوطن بخير. النهارده احنا بنحتفل ب 10 سنين وطن، 10 سنين من الشقا والتعب اللي يعني بنجني ثماره النهارده. النهارده كان ختام للدورة الرمضانية لجريدة الوطن، وكان ختام رائع زي ما شفتي أطفال وبنات الوطن وأمهات الوطن وشباب الوطن وقيادات الوطن كلهم كانوا موجودين. كانت سهرة رمضانية رائعة بحضور طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكابتن أيمن شوقي نجم النادي الأهلي، والصقر العميد أحمد حسن، وعمر ربيع ياسين، وكل الناس الجميلة اللي كانت النهاردة. كان الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والدكتور أحمد محمود المدير الفني، وكمان أخويا الكابتن إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي، وهو واحد من مؤسسي وقيادات الوطن، كان موجود معنا في الوطن ولا زال موجود معنا بروحه وبقلبه وبتشجيعه لكل زمايله وأصدقائه وتلاميذه في الوطن. الحمد لله، تقليد مهم جدا في جريدة الوطن، بقالنا سنين كتير بنعمل الدورة الرمضانية بشكل ثابت مع دكتور محمود مسلم رئيس تحرير، والأستاذ إيهاب الخطيب مدير التحرير، والأستاذ سامي عبد الراضي مدير التحرير. طبعا تقليد مهم بيجمعنا كلنا بغض النظر عن مين فاز أو مين خسر، ولكن مهم إن احنا كلنا بنتجمع على مدار 5 أو 6 أيام هي مدة الدورة. كل الناس بتتجمع بغض النظر عن النتيجة، ولكن المهم ان احنا في رمضان. الوطن كمان النهاردة في مناسبة مهمة، الوطن بتحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس جريدة الوطن، اللي شرفت ان انا واحد من مؤسسيها. الحمد لله رب العالمين، جريدة الوطن النهاردة على القمة في كل النواحي، والنهاردة الحمد لله ربنا كمل الاحتفالية بان احنا كمان كسبنا. كلنا اخوات في النهاية بغض النظر عن مين كسب او مين خسر، ولكن الحمد لله ان الوطن دايما في المركز الاول، والوطن دايما محقق انجازات ونجاحات. دايما جريده الوطن بتجمعنا في رمضان، الدوره الرمضانيه بيكون جو كلنا صحاب طبعا، يعني المنافسه بتكون حلوه كده، وباذن الله يعني دايما كل سنه مجمعيننا. النهارده شفنا احنا في النهائي كسبنا الحمد لله بسكور، بس ده مش مهم. المهم دايما ان احنا بنكون متجمعين، خاصه ان احنا برده زي ما بنقول ان يعني بنحتفل في الفتره دي بقى ب 10 سنين وطن. يا رب دايما الوطن كده يعني في الرياده، و10 سنين و20 و50 كمان. النهارده كان الختام الدوره الرمضانيه لكره القدم اللي بتنظمها جريده الوطن بقياده الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير، وبصراحه كان يعني جو في قمه المتعه وفي قمه السعاده ان احنا نكون بعد شغلنا او بعد يوم العمل اللي احنا بنمارسه في الجونان، ان احنا ننزل نتجمع تاني على ارض الملعب، ويجمعنا روح اسريه وروح رياضيه كلها هزار وضحك ومنافسه شريفه، وان احنا مبسوطين في الاخر ان احنا بنلعب رياضه مع بعض. فيعني ده في حد ذاته بيقوي علاقتنا ببعض، بيخفف من ضغط العمل، بيخفف من التوتر. فيعني الحمد لله في جريده الوطن عندنا بيئه
بيتعمل محفزه جدا للانتاج وبتكمل بالجوانب اللي زي ما احنا شايفينها، الجوانب الرياضيه، الجوانب الاجتماعيه في الافراح وفي العزاء وفي كل المناسبات، دايما الوطن اسره واحده مع بعض. متعودين كل سنه بنعمل الدوره الرمضانيه، يمكن بس توقفت طبعا بسبب فيروس كورونا خلال الفتره اللي فاتت، لكن رجعنا تاني الحمد لله، والاجواء كانت جميله جدا جدا، اجواء اسريه. احنا متعودين اخر يوم دايما اسره الوطن كلها بتكون موجوده، طبعا بقياده الدكتور محمود مسلم رئيس التحرير ودكتور احمد محمود طبعا المدير الفني للجريده، كل الاسره تكون موجوده، كل القيادات الجورنال موجوده، كل الناس موجوده، صحفيين واعلاميين والناس كلها ما شاء الله عليها ناس مميزه جدا جدا في كل الاقسام. خلينا نقول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الجميع، وعيد مبارك ان شاء الله على الشعب المصري كله بالكامل وعلى الامه الاسلاميه، وان شاء الله كده ربنا يجعل ايامنا كلها كده عيد سعيد. بالدعوه جريده الوطن النهارده بيحتفلوا ب10 سنين، طبعا مهم ب10 سنين، وسعيد بالدعوه دي ان انا اكون متواجد النهارده في نهايه الدوره الرمضانيه. ودايما هي كره القدم كده اللي بتجمع الناس وبتعمل حاله كده حلوه ما بين الجميع. سعدت بالدعوه النهارده في وجود كمان وزير طبعا الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي الصديق العزيز، ودايما كده ايامنا كلها كده ان شاء الله منافسات حلوه كده، ودايما كره القدم بتجمعنا جميعا، ويا رب ايامنا كلها كده تبقى يعني زي ما احنا شايفين النهارده كل الاسر كلها موجوده والناس كلها موجوده، الناس كلها مبسوطه، يوم حلو وايامنا كلها تبقى حلوه ان شاء الله باذن الله. فرصه كبيره ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي لتحقيق البطوله ال11 ان شاء الله باذن الله. و نادي الاهلي عدى مرحله مهمه جدا، عنده فاكس ستيف ان شاء الله اللعيبه تكون قد المسؤوليه، تستعد بشكل جيد، ولعيبه النادي الاهلي جمهور كبير، اعتقد ان بيديله دفعه معنويه كبيره ان شاء الله باذن الله، قادرين ان شاء الله نكون موجودين في النهائي باذن الله. تركيز ويبذلوا اقصى ما في وسعهم، واعتقد يمكن شفنا جمهور النادي الاهلي على طول بيبقى دايما متواجد في ظهر لعيبته. رحب بيكي طبعا هنا وبرحب بقناه الاهلي، بيتي دايما اللي انا بحبه وبنتمي ليه، طبعا بنحتفل كلنا مع بعض مرور 10 سنين على الوطن ودوره رمضانيه. استاذ محمود مسلم يمكن من الناس المحترمين اللي احنا بنعتز بيهم جدا، دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه، استاذ سامي عبد الراضي، الاستاذ ايهاب الخطيب، يعني ناس حبايبنا وبنتشرف نكون موجودين معاهم في اي حته بيكونوا موجودين فيها. يعني حاجه جميله لفته طيبه لما الصحفيين بيكونوا موجودين في دوره بتجمعهم مش بس على صعيد الشغل، كمان بيكونوا بره الشغل بيلعبوا مع بعض، ودايما بيكون في تنافس بشرف زي ما في جوه المهنه في بره المهنه كمان نوع من انواع الرياضه اللي بيمارسوها، فدي حاجه محترمه جدا. اجواء يعني فرحان بيها، واحنا في اخر رمضان كده بنشوف الماتشات الجامده بقى واللي بيتنافس من بره الملعب وجوه الملعب، والدنيا بتبقى الحمد لله دايما اجواء رمضانيه واجواء كلها صداقة وكلها يمكن حب. فبشكرهم جدا على الدعوة وعلى وجودي هنا، ودايما كل رمضان نكون متجمعين معهم دايما إن شاء الله.